هلو جايز، النهاردة نتكلم عن نطق حرف الاي. مفيش قاعدة معينة بتلزمك تنطق شكل معين لحرف الاي، ممكن يختلف من كلمة لكلمة. فعشان كده احسن طريقة انك تاخد الكلمة وتحطها في الدكشناري وتعرف ازاي بننطق الحرف في الكلمة دي بالذات. حرف الاي لما بيكون في اخر الكلام مش بيتنطق اصلا، بيبقى زي five blue. بننطق الكلم الحرف اللي قبل الاي، مش بننطق حرف الاي. يعني ما ينفعش نقول 5e، this is طبعا غلط. في طريقه تانية بننطق بيها حرف الاي زي كلمه echo، enemy، 11. اوكي، ده نطق لحرف الاي. في نطق تاني لحرف الاي زي كلمه cafe، resume. طبعا الحرف الاي اللي في الاخر ده بيتنطق بشكل كانه اي اي شويه، او ده شكل يعني الترانسكريبشن بتاعه. ممكن ننطق حرف الاي بشكل تاني زي مي، هي، جرين، اي. اوكي، في تاني تاني نطق الحرف الاي وهو في بعض الكلمات ملهاش قاعده زي ما قلنا بنشوفها في الدكشنري، زي كلمه entree. entree مش entry، entree. entrepreneur، 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 او envelope، envelope. دي كانت الطرق اللي بننطق بيها حرف الاي. دايما افتكر خد الكلمه حطها في ديكشنري واعرف تتنطق ازاي. اتمنى الفيديو يكون فادك. لو عجبك دوس لايك شير اند سبسكرايب على يوتيوب، وما تنساش تشوف الحروف اللي فاتت في الفيديوهات اللي فاتت A B C D. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.